هذا التقرير الحقيقة جاي بتنفيذ، يعني التقرير ده يشرح لكم إزاي بتتم تنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية في منظومة أمان. أمان دي اللي احنا كلنا بنتعامل معاها، أكل وشرب وسلع غذائية وغير غذائية وما إلى ذلك. منظومة أمان بتاعت وزارة الداخلية بتطرح في المنافذ بتاعتها عبوات غذائية بأسعار بتصل إلى 50%. هنا هرجعك على الإجراء الحمائي لبلد اقتصادها ناشئ في ظل أزمتين اقتصاديتين ملتحمتين مش متعاقبتين، ما بين الكورونا وما بين الأزمة الروسية الأوكرانية، دول الأسعار فيها ضربت 5 أضعاف، ودولة عظيمة اسمها مصر بس اقتصادها ناشئ، ده توصفها الاقتصادي علميا يعني، قاعدة بتمد في مظلاتها الاجتماعية عشان خاطر الناس. شوفوا التقرير ده وفاصل ونكمل الكلام. تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، قامت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في إطار مبادرة كلنا واحد وبمناسبة عيد الأضحى المبارك بإعداد وتجهيز عبوات غذائية بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 50% لطرحها عبر 1026 منفذا ثابتا ومتحرك على مستوى الجمهورية المعلنة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. أسطول كبير من السيارات محملة بكافة أنواع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تتحرك في جميع الاتجاهات وتجوب الميادين والشوارع الرئيسية، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. إقبال كبير من المواطنين على المنافذ المتحركة والتي توفر المنتجات الغذائية بتخفيضات كبيرة وجودة عالية يشهد لها المواطنين. أخذت كرتونة ما شاء الله لقيت فيها الرز والمكرونة والزيت، صراحة منتجات جميلة وكرتونة كبيرة برضو. أنا بشكر الرئيس والله إنه حاسس بينا قبل دخلة العيد. فترة محترمة، السلع اللي موجودة كويسة وأسعارها أرخص من السوق العادي. بشكر السيد الرئيس على المبادرة، ويا ريت تفضل دايما موجودة الكرتونة ديت، حلوة جدا 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 بصراحة. كما تشهد منافذ أمان الثابتة المنتشرة على مستوى الجمهورية رواجا كبيرا وإقبالا كثيفا من المواطنين لشراء احتياجاتهم ومتطلباتهم. المبادرة الأمانة عاملاها بتاعت سيادة الرئيس اللي هي كلنا واحد ديت، دي بتساعد اللي هم محدودي الدخل ومتوسطي الدخل واللي فوق متوسطي الدخل كمان، فدي انا شايف ان هي خطوه كويسه. في زيت، مكرونه، سكر، والاسعار بسيطه برضو الحمد لله، مش الاسعار زي بره، فبرضو دي حاجه كويسه جدا بتخلينا ان احنا نيجي هنا. فبعد بجيب كل طلباتي من هنا طبعا، لان بانه ارخص من محلات كتير من بره وكده. هذا وتستمر المرحله 22 من مبادره كلنا واحد في توفير المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في كافة أفرع السلاسل التجارية والشوادر بإجمالي 1002 منفذا لكبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية المعلنة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية حتى نهاية عيد الأضحى المبارك. بصراحة شيء مفرح وشيء يجيب السعادة لكل إنسان، يعني ان انت بتخش بتاخد الحاجه بسعر اقل من ما بتلاقيها بره في المحلات التانية. بشكر الرئيس وبقول له كتر خيرك وربنا يخليك لينا ان حضرتك نزلت لنا المبادره ديت، ودايما اتمنى ان هي تكون موجوده على طول. مصر الكبيره في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكايه، شعب وقياده وشرطه احنا وكل فرد. عطاء متجدد من مبادرة كلنا واحد وفاعلية كبيرة لمنظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في تقديم كافة السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة وبخاصة في المناسبات المختلفة حتى نهاية العام الحالي، تعزيزا لروح المؤازرة والمشاركة بين الشرطة والمجتمع.